فيديو النهارده هاخدك مدرسة مكاوي، هعلمك ألف ب كاريزما. جاهزين؟ يلا بينا. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم لايف ستايل في مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل تواجهنا سواء في صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبقى في احسن صوره وننجز شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب ودوس زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. يلا بينا نتكلم في موضوع النهارده. عمرك قابلت حد كده اول مره وقعدت وتعاملت واتكلمت معاه شويه فلقيت نفسك بتقول ايه ده، ايه ده، في ايه الشخص ده؟ قعدته حلوه، مين ده؟ انا حبيته. ده يا فندم مش سحر، دي حاجة كده اسمها الكاريزما. طيب لو حبينا نقول تعريف الكاريزما هنقول الاحساس الحلو، الانطباع الكويس، التشارم بتاعك اللي بيوصل للناس لما يكونوا معاك. طيب ازاي يكون عندنا صفة الكاريزما دي؟ من وانا صغير وانا بدرس شخصيات معروفة عندها كاريزما عالية زي روبرت داوني جونيور، دوين دراك جونسون، اوبرا، وراين رينولدز، اكتشفت ان الكاريزما دي عبارة عن صفة كبيرة بتتكون من صفات اصغر منها. اكتشفت برضو ان الكاريزما دي حاجة ما بنتولدش بيها، دي حاجة ممكن نشتغل عليها ونطورها مع الوقت. انا النهاردة هقولك على اربع صفات لازم يبقوا عندك عشان الكاريزما بتاعتك تعلى من هنا توصل هنا. يلا بينا. اول صفة، لازم تبقى واثق في نفسك من غير تصنع. عايزك تبقى حابب نفسك، عيوبك قبل مميزاتك. لما تحب نفسك وترتاح وتتصالح مع عيوبك اللي مفيش في ايدك حاجة عشان تغيرها، هتلاقي مميزاتك ابتدت تنطق وابتدت تكبر من نفسها. هتبص تلاقي ثقتك في نفسك ابتدت تكبر والناس ابتدوا يشوفوك اكبر واكبر. التصنع في الموضوع ده بالذات انك تبين انك كلك مميزات، مفكش عيوب، مقفوش كده كده وبيتكشف مهما حاولت انك ما تبينش. بس انك تبقى متصالح مع عيوبك ومتمكن من مميزاتك، الناس هيوصلها ده وهتصدقك وتاخدك قدوة. وزي ما بيقولوا ثقتك في نفسك هتخلي الناس تثق فيك. وطبعا ده بالاضافة للحاجات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، تبقى واقف عدل، ظهرك مفرود، صدرك لبرة، فاتح ايدك ومرحب للناس، ما تبقاش قافل على نفسك وكاشش وقافل الناس منك. تاني صفة، لازم تحسس اللي قدامك احساس ايجابي. عايزك تحسس اللي حواليك دايما احاسيس حلوة وايجابية، جاملهم، شجعهم، ارفع من روحهم المعنوية. لما تحسس اللي قدامك احساس حلو هتعلق معاه، هيحبك، هيثق فيك، هيهتم بكلامك ويصدقوا. خليك مبتسم دايما وبشوش. لما تخش اي مكان او قاعدة ولقيتها رسمية شويتين، اكسر الروتين، هزر بشياكة، وزع فايبس حلوة، ابسط اللي حواليك. ولو مش عارف تهزر او ملكش في الهزار، خليك في المجاملات. شوزك حلو، شعرك حلو، ساعتك حلوة، البرفيوم حلو، الطاي حلوة، وهكذا. كل الكلام ده هيخليك محور اي قاعدة اي مكان، هيخلي العين عليك والاهتمام حواليك. تالت صفة، اسمع اللي قدامك، اهتم بكلامه وتفاعل معاه. لما بجد تبقى مركز مع اللي قدامك وبتسمع هو بيقول ايه ومهتم بكلامه وبتتفاعل معاه وبتسأله بحيث ان هو يتكلم اكتر في اللي هو بيقوله، هيحس باهمية موضوعه، هيحس ان قيمته واهميته عندك كبيرة، هيحب الاحساس اللي انت محسسه له، فيقوم يعمل ايه؟ يديك زيه اكتر. هيبتدي يديك نفس الاهتمام والتركيز والثقة اللي انت مديهم له. هتبقى انت اللي سايق الحوار، عمال تسمع وبتسأل اسئلة بسيطة تخليه يتكلم ويقول تفاصيل اكتر. هتبقى انت اللي في الكنترول بوزيشن مع انه هو اللي بيتكلم اكتر. وفوق كل ده هيبقى حبك وواثق فيك بزيادة. رابع صفة، اتكلم وعبر عن رأيك بشغف. بعد ما تسمع كل اللي اتقال وتبتدي تتكلم وتقول رأيك، عايزك تعبر عنه بلغة جسمك. عايزك تبقى عايش وحاسس اللي انت بتقوله ومصدقه عشان اللي قدامك يصدقك. بلاش تتكلم بملل
وبرود. والله انا شايف الموضوع ما ينفعش كده، وممكن نشوف له طريقه تانية. كده غلط، كده انت مش حاسس ومصدق اللي انت بتقوله. ايه الصح؟ عينك في عين اللي قدامك، الاي كونتاكت اساسي، وهتعبر بجسمك كله. هتقول والله انا شايف الموضوع ما ينفعش كده، ممكن نشوف له كذا طريقه تانية. احساسك بكلامك والتعبير ده بيفرق، وبيفرق جامد كمان. كل الصفات دي صفات اساسية وجوهرية هتخليك شخص ماجناتيك وتشارمينج، كاريزمتك عالية، الناس عايزة تتعامل معاك وتتكلم معاك اكتر واكتر، وبالتالي علاقاتك هتزيد، فرصك هتزيد، هتوصل لحلمك وللي انت عاوزه اسرع. وكده كوصية نهاية كلام النهاردة، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو الفيديو فادك باي حاجة اعمل لايك، سبسكرايب، اتفرج على باقي الفيديوهات في القناة، واعمل لي فولو على انستجرام وتويتر، واعمل كومنت قول لي فيه مين اكتر شخص كاريزماتيك انت عارفه. عايزك مستغل كل حاجة عندك، مركز على هدفك، مش سايب اي حاجة تشغلك عنه. اشوفكم الحلقة الجاية.